وقد أذن بأن يتم تركيز أول برلمان للشباب بمناسبة الاحتفال بعيد الجمهورية يوم 25 جويلية القادم، لما في ذلك من دلالة رمزية بليغة على سعينا إلى تربية الشباب على الولاء إلى الوطن والوفاء لأمجاده والحفاظ على مكاسب تونس وعزتها ومناعتها. وإذا وصينا بأن يكون هذا البرلمان تعدديًا ليعكس صورة الحياة السياسية في بلادنا، فقد تولى التجمع يوم 4 جويلية الحالي انتخاب مرشحيه لهذه المؤسسة البرلمانية الشبابية في مختلف الجهات، وحرصنا على أحكام تنظيم هذه العملية الانتخابية حتى تكون مناسبة لتعويد الشباب على الممارسة الديمقراطية والاختيار الحر لممثليه دون تأثير أو تدخل من أي طرف كان.